اهلا وسهلا بيكم متابعي اي جي ان ميدل ايست في كل مكان، معاكم اسلام، والنهارده الحلقه السادسه من فوازير اي جي ان الرمضانيه. زي ما احنا عارفين بنسال سؤال كل يوم بيخص شخصيه او لعبه وبنختار فائز واحد من الاجابات الصحيحه. النهارده الفائز هيكسب معانا ريمبو 6 سيج سيزون باس على البي اس 4، لكن لازم تجاوب على السؤال بقناتنا على اليوتيوب. يلا بينا نسال السؤال. السؤال بيقول: جندي خارق عملت احيانا بوجهين، انقلبت على رؤسائي وانتقمت لعائلتي، محاربة الاشرار هي مهمتي، واخطف الارواح في ظلمة الليل، فمن انا؟ السؤال مرة تانية: جندي خارق عملت احيانا بوجهين، انقلبت على رؤسائي وانتقمت لعائلتي، محاربة الاشرار هي مهمتي، واخطف الارواح في ظلمة الليل، فمن انا؟ يلا بقى نعلن على الفائز في الحلقة اللي فاتت. الفائز في الحلقة الماضية بنقول ألف مبروك لمحمد الملة، واللي كسب معانا فاينل فانتازي اكس في رويال اديشن على البي اس 4، وبنطلب منه يكتب ايميله في التعليقات عشان نراسله بالجائزة. كان معكم اسلام ابراهيم، والمزيد عن عالم الالعاب والترفيه تابعونا على اي جي ان ميدل ايست.